سعيد أبو دية ورمز وشاعر من أكبر شعراء قبيلة قحطان يستاهل، وأكبر مثل يضرب على كل الأمثال تكريم أبو دية سعيد وقصيدك. أبو دية شاعر إنجاز وأبياته رسوم وفن نظم والرد معروف ويعشق الجزال. تعود الجمهور أن أقف على هذا المنبر شاعراً، ولكن في هذا المساء توجت بأكثر من شرف، تشريف سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر شرف عظيم، وتكريم صبيان خوالي لي شرف عظيم. أسعد أبو دية ولد شيخ من الوزن الثقيل، وليافة الشارب ما يحسب حساب ابن المرأة. ساعدت جمل جمل الله حالك السب الجميل، يا مرحبا باسمه وتكريم أبو دية مفخره.